نبيجي لو واحد كسر صلوات رضي الله وسلامه على انه اللي تعجلوا الى الحج حج كود دق ابو النبي صلى الله عليه وسلم هدي بدينا ما هي لو واحد ايمان كره وحا ايمان كرتا ان ارحان سو جانب كي وكالمو حولها انا دواي كرتا يو كا بابي كره لما شيء جيري با ايمان كرتا انت يسن وح كودي دو اوسن ايمان حجيه او حج كتق ابو النبي صلوات رضي الله وسلامه عليه بيت الهي مركز سو سياسه دمرو او هل بدي وليبا كنا قلنا قشري سبريا هذا كان في سهل كرتان وعين النبي جل وعلا صلى الله عليه وسلم حسك يا عمرة أو نقول قلنا قضاي وحي دم دي قصيران سيدا مثلا يعني وح ويان يعني برت مركز دبك اللي جريه تحش يا قشن كرتان سيدا وقصير ما أكله صار كله حسك يا عمرة أي قصيران حس يعني ظروف تقصيران ولا ليا المركز وح وين كيرك وين الدين تقصها جنتها وين تقصها دهشان ويعني وح والوصلات يعني وحليل توحيدكي وصلاتي وسكدي وصونكي وحجكي والشباسك كلاعي نصارا وحا كمي ولا ليال الدمر كسارا يعني الرقونا واللقباني واشد إنا جسارا نليجي أني الرسول كان صلوات رضي الله السلام عليه إيه حقه إنو قوليه هاي رسول كان نوحو إنو قوليه إنه نوشي علانه أو أي نوحيدك استكشي علانه ووحو نليجي أنو ليه صلوات رضي الله السلام عليه مر رمينين وإيمان قبع لجمهل إيمان لما يسر الموصى لإيمان روحي آلغة شعلان حوله سا نفتي سا إي إهل كي سبا رسول الله صلوات ربه وسلام عليه وإنه قلبي قاعد كوين يهي وآت شعرشها يوح والبعات تتعرش عمر بو النبي وهذا الكاكوي لصلوات ربه وسلام عليه مركاسو كوي لعمر النبي النووان كو شعلها يوح والبوان كاك شعلها النفط إذا مويه مركز النبي صلى الله عليه وسلم عمر وميا الى النفط هذا حتى اجت فعلان مركز عمر وحول النبي وحد ايا النفط الى حتى كانت فعلان رسول كوحول صلى الله عليه وسلم الان يا عمر عمر وحد اي ايمان كابو نمي سيدي يا ابو نبي صلوات ربي وسلام عليه النبي قال له والله ليال وعاد اكسنتي وواز الله سبحانه وتعالى با دورتو خلقي دي سكد دورتي انه انو صادري مددي نلشي يعني وحويا الالهي والرسول كاكد يوحي كدن بي دينتا إلهي وأشقينا يسيري إنه سوى قاري لهي الإيضة الصافئة ونميسرا الله سبحانه وتعالى نبي جينا وحقه إنه صار إنه نتشعل عنه شعيلك وحقا لنا يوكل لازم يا إنه نرى عنه سنجي في الدريق في إنه نرى عنه شعيلك إلهي أي نتشعل لهي الرسول كي سنة أي نتشعل لهي وحقا لازم يا إنه نتشعل في مرنه وسنجي في إنه لو إناته وهديل ويلا رشيق النبي محمد بوكسو الشيداي النبي محمد بات سميهي اما كتليو امري وان وحو البكالوين هذا نفتاد وحي دوني سوائل وكالوين عدكرا وحي فقولتها لنا سوائل وكالوين هذي نفتاد وكلاد هاي وحا سميه رسول كنا داء وكيل وانا دي هذي الدولد كتلا هذا وحا سميه نبي كنا داء وكيل وانا دي هذي معلم كي اسكول كيل هذا وحا سميه رسول كنا كيري تشوشي وين هذا رسول كياشو هدين من كابو كيري هذا سايل رسول كنا ديري وين هذا رسول كيبا ديري والد كهدو كيري هذا وين هذا رسول كيبا ديري رسول كصلوات رب السلام عليه وين هذا وحو البكهر مريسو شعيل كيسا يا راحيكان كيسا راحيكان كالنبي كان صلوات رب السلام عليه وامتك كليا سيوناك انو كو قادي دولو سيد رب سبحانه وتعالى قرانك نوشك وان تطيعوه تهتدوا حداد نبيك أمر كي سيشان الأطيعان واضح نوميسان وحلق فهم يا حداد خلافتان نوال نوميسان وانا مدى آيات القرآن كرب كشك سبحانه وتعالى يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذا حذرين وهي سكتشر ينبر بليه سبحانه وتعالى كو النبيك أمر كي سخلافة يعني إني أصيبت فتنة أما عذاب حنوشي وكبنعه او فتنة اصيبة اي محيطة امر كان نديك هدو فضهدار فضو بيستو او سنديك اب بيستو اي نصيبة وين كلية لنن فتنة كو اصيبة اي ان جدعا لقوه ابتليوي اما الشرك ان لقوه ابتليوي اما خاتم حمائنا كل ما توي اما حياتة دي اللو شادو انا دي الدولو الدين تبقى بحلو يعني وحو يان نديك صلوات ربي والسلام عليه حدين او تنروح تبكي نين محمد لوينين او قيمة للهين شكي ما لها إن فتنة أصيبة إذا بلاي كل عيب فتنة أبو يرى كغول عكرتنا وإن بدعاء كل عيب
بدعه هذا كل عدنا وات النبي صلوات ربي وسلامه عليه السلام عليه وارنيه الله وحو كحل روحي بدعه كل بدعه مبتدعه الله وحو كحل الباب كتوبته وكحل كذا حديث صحيح النبي قال لك صلوات ربي وسلامه عليه وكل ما يو مركه النبي قال له راعسان بو انو لهي وحا كان سو انو لهي النبي قال صلوات ربي وسلامه عليه او واجبك انغا سارن او يهي ان مركي عاد مقشان النبي لما يجي صلوات صلي صلوات ربي وسلامه عليه او اينا اذن لفظ دانين او مريحي سؤوسا سعادية انو مرن نكتين سعادية اوسا اقول لعنو